جبنا نقطة نعتبرها جد إيجابية، ولكن قلت لكم أنا عندنا غران ديفيسيت، خسرنا نقاط بزاف في أرضية ميداننا. الحمد لله أنا دون سي تان بوان، لعبنا ما نرقدوش عليه. عندنا مباراة جاية إن شاء الله تنتظر فينا، عندها قيمة كبيرة بالنسبة لنا. حنا ماناش نخمو باش نقتلوا ليكيب، سيبون طلعنا في كلاسمون إن شاء الله ونطلعوا بروغريسيو. لو كان شفت يا خويا عندنا ديجيتال ماتش ما خسرناش بون ريزولتا ان شاء الله، مع خضايا ان شاء الله تكون الانطلاقه تاعنا الحقيقيه. جو بونس كو ضيعنا زوج نقاط على كي تجي تشوف لا فيزيونومي دو ماتش، سيطرنا على جل المباراه. الهدف الثاني اللي ما حبش يدخل كنت تبا وين نقتل الفارق، وهذه هي خدمه تاع غارديان بيت، لازم يلقاوه في هاد لي مومون ديفيسيل لازم يلقاوه. ان شاء الله مازال لي ماتش الجاي نعاودو نصحوا الاخطاء ديالنا ان شاء الله. بالهاني تبدلنا بينالتي، كان انا هاد الان بوا ما كاش، واللي رمتاني لابو طلع رمتاني الاربع خسروا في ستادوم، وبو فارق ماتشين رعطينا طروابو رعطينا ديوبو اليوم، بصح ما هربوش علينا بزاف. وان شاء الله واش نقول لك، نوعدوا لي سيبورتير ان شاء الله نخلفوها في لي ماتش الجايين ويسمحوا لنا هذا ماك.